تعالوا كده نتخيل إن العالم هينتهي والإنسان هينقرض وكل البحيرات هتتبخر وأي حاجة الإنسان عملها على وش الأرض هتختفي إلا البلاستيك. معاكم منا محمد في حلقة جديدة من برنامج أخضر فخضر على راديو جامو. البلاستيك زي ما بنطلع منه كمية حاجات بنستخدمها بشكل يومي، برضه هو السبب لموت حيوانات كتير جدا سواء في البر أو في البحر. يعني مثلا وإحنا صغيرين لما كنا نلاقي كيس طاير في الهواء كنا نقول ده رايح فين ولا هيقف فين، ده ممكن يكون قتل حيوان في طريقه. أضرار كتير كتير للبلاستيك لغاية ما نوصل لصحة الإنسان. اكتشفوا العواقب للمنتجات البلاستيكية اللي بتهدد صحة البشر، وللأسف بيستخدموها في صناعة أدوات الأكل البلاستيكية. لو إحنا مثلا سخنا الأكل في طبق بلاستيك في الميكرويف ممكن تتسرب المواد الكيميائية دي للأكل وتتنقل للإنسان. الكتير من الدراسات أثبتت وجود ارتباط بين المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك وارتفاع خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية. ومع الأسف كل سنة ملايين من الطيور بتموت بسبب المخلفات البلاستيكية. في تقارير بتقول إن 98% من الطيور شايلة في جهازها الهضمي أجزاء وبقايا بلاستيكية ضارة بتسبب تلوث في أنسجتها، ومع الوقت بتدمر جهازها الهضمي وتموت. وكمان بطون الحيوانات فيها نسبة من المخلفات البلاستيكية اللي بتنقل لجسمها الأمراض ومنها للإنسان عشان بناكلها. وفقاً لإحصائية اتعملت قبل كده، كيس واحد طاير في الهواء ممكن يخنق حيوان كل 3 شهور. عشان نتفادى كل المشاكل دي لازم نعمل ريسايكلينج، وده إن إحنا نعيد استخدام البلاستيك بشكل مفيد لينا وللبيئة، ونعتمد أكتر على المنتجات الورقية. كلنا حوالينا مشاكل شخصية ودايما بنسعى لحلها. لو بصينا للمشاكل البيئية اللي حوالينا وحاولنا نحلها هنكون احنا الكسبانين في الآخر. وبكده تكون خلصت حلقتنا وخلص الموسم بتاعنا. تصبحوا على ألف خير.